اهلا بيكو في قناة أكلة ترندي. شايفين النهاردة هنعمل لكم العيش الشامي، والله أحلى من الأفران اللي بره، طعمه روعة. وشايفين بيتفتح ازاي وشكله حلو قوي. هنحتاج ايه في العجينة؟ للعجينة هنحتاج 6 كوبايات دقيق، احنا هنعجنها في العجان بس ممكن نستخدم الايد مفيش مشكلة. وانتوا شفتوا قبل كده فيديوهات كتير في القناة معمولة بالإيد. هستخدم باكت خميرة فورية، 2 معلقة سكر، ومعلقتين ملح ونص. هنشغل العجان عشان نبدأ نخلط المكونات دي الجافة كلها مع بعض. طبعا العيش ده طريقته سهلة جدا والنتيجة بتاعته مضمونة. هنبدأ ننزل بالمية الدافية تدريجيا لحد ما العجينة بتاعتنا تبدأ تتشكل. طبعا كل نوع دقيق مختلف عن النوع التاني. وهضيف 1/2 كوباية زيت زيتون، طبعا ممكن نستخدم اي نوع زيت مفيش مشكلة، وممكن نستغنى عن الزيت خالص. طبعا هنشوف العجينة زي ما حضرتكم شايفينها متماسكة. هبدأ ألمها بإيدي على السطح اللي احنا بنعجن عليه. طبعا العجين بيسهل، بس زي ما قلت لكم ممكن نعجنها من البداية خالص بإيدينا. هنحطها في مكان دافي ونغطيها لحد ما يتضاعف حجمها. العجينة خمرت اهيت بعد حوالي ساعة أو ساعتين حسب درجة حرارة الجو. هنزلها شوية كده وبعدين هنبدأ نقطعها لكور متساوية. شايفين الطريقة سهلة جدا جدا، أسهل طريقة عيش مبتاخدش وقت خالص. ده حجم الكورة، وكل العيش اللي هيطلع منها ده هيطلع بس من 6 كوبايات دقيق. طبعا كل ما نكور كور من ديت نحاول نغطيها عشان ما تنشفش. ولما نخلص كله هنبدأ نفرد العيش.
كل الكمية خلصت هنبدأ نرش دقيق ونفرد أول رغيف. زي ما حضراتكم شايفين بحاول أفتحه بإيدي الأول عشان ياخد شكل مدور، وبعدين هبدأ أفرده وأرش عليه شوية دقيق. طبعا ما بياخدش مجهود خالص لأن العجينة جميلة جدا وطرية. ولما نخلص فرد الرغيف هنسيبه على جنب يرتاح شوية قبل ما نخبزه. يعني على ما نكون خلصنا كل الفرد هنبدأ ناخد أول واحد فردناه ونخبزه. شايفين شكله حلو ازاي؟ اهو ده السمك اللي انا عاوزاه، هنحطه على جنب وبرضه نغطيه لحد ما نخلص كل الفرد وبعدين نبدأ نخبز. هنا الكمية كلها بدأت تخلص وهوريكوا شكله وانا ادخله الفرن. وهو في الفرن قدام حضراتكم اهو، وهو بيقب اهو، شايفين شكله بعد ما احمر تحت الشواية؟ شايفين شكله حلو ازاي؟ يعني هتبطلوا تشتروا العيش من بره، وطعمه جميل جدا جدا جدا. شايفين شكله اول ما طلع من الفرن؟ طبعا لسه سخن، ممكن تعملوا اي حاجة انتوا عاوزينه، ممكن تصغروه شوية وتعملوه سندوتشات. انا هاخد واحد بارد شوية لخبزه في الاول عشان اقدر افتحه. بسم الله، شايفين شكله من جوه حلو قوي وطعمه لذيذ جدا. وبالهنا والشفا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول. من فضلكم شاركونا برأيكم ايه، جربتوه ولا لا. اشوفكم في اكلة جديدة.